خالص عمري يعني عمري. وانت بتشوف ولادك احمد شكري عفروتو طلعت وغيرهم، لان هم بعد ما الناس يعني استبشرت خير دول هيبقوا مستقبل النادي الاهلي، الان بيعاروا الانديه اخرى والاهلي بيعتمد على استيراد اللاعبين من الخارج ومع ذلك بيخسر برضه. يعني شايف ده مزعلك، ده مضايقك، او محسك انه لا دلوقتي زرعت زرعه وما بتكبرش؟ لا دلوقتي اكيد انا ببص لها كمدير فني طبعا. ممكن ابقى موجود في نفس الموقف دوت، ممكن انتقل من مكان لمكان، ممكن انتقل لمكان اخر، ارى ان انا ممكن عاوز اغير كل اللي موجود فيه، فلابد يبقى فيه وجهات نظر بحترمها. عملية ان انا اغضب وكده لا، لكن انا كنت بتمنى طبعا ان اللاعبين دول يستمروا، لان انا كنت في يعني في مستبشر يعني لبعضهم طبعا ان هم يبقوا عناصر اساسيه وممكن فعلا يبقى لعيبه تفيد النادي الاهلي. لكن انا بقول وجهات النظر لابد ان هي تحترم، لان كل مدرب وكل مدير فني بيبقى ليه وجهات نظر معينه، بيبقى ليه شكل معين، بيبقى فيه الظروف اللي حواليها كابتن شوبير مختلف. يعني انا زي ما بقول لو مانو جوزيه دلوقتي الظروف اما جاء مانو جوزيه الانديه اما تتقدم لطلب لاعبين بتوافق، العنصر المادي متوفر، كل الكلام دوت ممكن ما كانش موجود ساعه حسام البدري، فبالتالي الظروف كانت مختلفه. لكن اكيد انا بقول يمكن انا مؤمن بحاجه معينه، طبعا انا بقول ان كل مدير فني له وجهته نظر معينه، لكن اكيد انا بقول ان ولاد النادي بيبقوا مهمين جدا لاشياء كتيره. لابد ان هيكل الفريق يبقى فيه توليفه، لان زي ما انا بقول ولاد النادي بيبقى ليهم دور، اللعيبه المؤثره من خارج النادي بيبقى ليهم دور، اللعيبه اللي قضت فتره طويله بيبقى ممكن جايين من بره النادي او من جوه النادي وهم بيمثلوا الهيكل الاساسي للفريق. هي دي تشكيله النادي الاهلي اتعودنا عليها لسنوات طويله. لابد التوليفه تبقى موجوده بالشكل ده. لكن انا بقول في نفس الوقت ممكن انت ما بتستشعر ان انت بتجيب لعيبه اسماء كبيره او لعيبه مؤثره وبتستشعر ان هم دول ممكن يفيدوا ممكن، لكن في نفس الوقت ساعات بيبقى فيه مخاطر او بيبقى فيه يعني صعوبات ممكن تواجهك للاعتماد على اللعيبه دي بس. لكن يعني زي ما انا عاوز اناقش مثلا، انت ممكن دلوقتي تجيب وليد سليمان وتجيب عبد الله السعيد وتجيب السيد حمدي وتجيب اللعيبه دي كلها اولا وجونيور وكده، طبعا في انديتهم دي لعيبه مؤثره بشكل كبير جدا. تقييمنا الفني ليهم لعيبه ذات قيمه فنيه. وجودهم مع النادي الاهلي لابد يبقى يمر بمراحل معينه. حته القدرات الخاصه مش هتتعرف عليها بشكل كبير جدا الا من خلال التدريبات اليوميه. انت ممكن تشوف وليد سليمان في انبي او وليد سليمان في بتروجيت، وليد سليمان لاعب مميز جدا، لكن القدرات الخاصه جدا اللي تخصك انت كمدير لك فكر معين وليك هيكل معين وليك طريقه لعب معينه، القدرات الخاصة بتاعت اللاعب بتظهر من خلال التدريبات، من خلال المباريات بتاعتك، من خلال اعتمادك على اللاعب ده في مباريات معينة بيبان لك قدراته الخاصة. لأن القدرات الخاصة طبعا مهمة جدا. يعني ياما لعيبة بتبقى كويسة في أنديتها وبتيجي أندية تانية ما بتنجحش. أعتقد النادي الأهلي لسه في المرحلة دي. التعرف على القدرات الخاصة للعيبة الجدد كلها لسه مستر مانو جوزيه في المرحلة ديت، بيعرف القدرات الخاصة الخاصة باللعيبة ديت عشان يمكن يقدر يقف على توظيفهم بشكل كويس مع العناصر الاساسيه اللي موجوده اللي لا يمكن الاستغناء عنها. فلسه النادي الاهلي في المرحله دي، وعشان كده انا بقول يعني انت ممكن حتى توجه لي اسئله بعد كده يبقى اجابتي فيها موجوده دلوقتي. الوقت ما كانش لسه خدم النادي الاهلي في المرحله السابقه لاستخدام اللعيبه الجدد بشكل جيد، لان لسه اللعيبه دي فتره الانسجام، القدرات الخاصه لسه ما لحقتش الجهاز الفني. طب خليني اسالك كده، نتكلم بالبلدي يعني شويه. لو انت موجود في النادي كنت هتمشي شكري وعفروتو وطلعت ولا كنت هتبقى عليهم؟ لا لو انا موجود في النادي يعني ممكن بعضهم كان يعار. لا بعضهم كان يعار، لكن انا اقول بعضهم ولا احدهم؟ احدهم 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 تمام. كان يعار، لكن الباقي كان هيبقى موجود، كان هيبقى موجود وكان هيبقى مؤثرين. طيب لو انت موجود في النادي الاهلي كنت هتجيب طبعا زي ما انت قلت السعيد، انا ما اعرفش جونيور، لكن اللي اعرفه السعيد وسيد حمدي ونجيب بالتاكيد محمد نجيب، محمد نجيب في مركز ثاني، لكن بنتكلم على وليد سليمان وعلى السعيد وعلى سيد حمدي، الثلاثه دول بيلعبوا في مركز واحد، ثلاثه سوبر زي ما انت قلت او شبه مركز واحد. كنت هتجيب الثلاثه ولا كنت هتكتفي بواحد؟
لابد طبعا يعني انت بتسالني السؤال دلوقتي لكن لابد ان انا لما اخد القرار هيبقى لازم الوقت اطول من كده شويه. ليه؟ لان زي ما بقول لك يا كابتن شوبير لازم هرجع لهيكل الفريق اللي انا ماسكه شكل الخطط. هيكل الاهلي معروف يعني سواء حضرتك مدرب او مش مدرب مش معروف يعني انا ما اجي اقول مثلا ايه ممكن اجيب لعيب مقرر في مكان معين بالظبط. انا ما يعني في ناس تقول ان التجديد بيبقى ما انا بقول ممكن يبقى مقرر فبالتالي مش عاوز اقول وانا قاعد دلوقتي على الكرسي قدامك اقول لا لازم هجيب ورقه وقلم وكذا مره احسب حساباتي في هيكلي وفي طريقه اللعب اللي انا بلعبها وفي استخدام العناصر الهامه اللي موجوده عندي. اللعيبه اللي قدام مهمين جدا طبعا لازم استخدامهم. فبالتالي انا اشوف ممكن لعيب يبقى مكرر ممكن لعيب يبقى مش هستخدمه ممكن لعيب ياثر على استخدام لعيب موجود عندي كنت حساباتي هتبقى بالشكل ده وبالتالي وقتها اخد القرار. لكن انا قاعد على الكرسي دلوقتي مش هقدر اقول لك لكن لو احنا قلنا على قدراتهم ما نختلفش على قدرات وليد ما نختلفش على قدرات عبد الله السعيد كقدرات لكن قدراتهم انا بقول برضو القدرات الخاصه لسه هتظهر من خلال التدريبات والمباريات اللي جايه سواء الوديه او الرسميه معتمد عليهم هيتحكم عليهم بشكل ان بتختلف العمليه بشكل. كابتن حسام كنت عنيف شويه مع اللعيبه الكبار في فتره وجودك في النادي؟ لا خالص لكن انا طول عمري حقاني لدرجه عاوز اقول لك كلمه لاعب الكوره طبعا ساعات بيبقى وجهه نظره بتبقى محدوده وبيبقى بينظر لنفسه بس. انا مش عاوز اقول لك ان في بعض اللاعبين تعاملت معاهم يعني كانوا بيمروا بمراحل معينه في بعض اللاعبين اديتهم الحق احساسهم بحالتهم البدنيه والفنيه لابد يبقى في حوار دائم معايا حتى يتم تحديد امكانيه الاشتراك بشكل متواصل بشكل خلال المباراه كلها لان ده لعيبه في يعني مهمه وممكن بعضهم طبعا انا مش هذكر اسماء لكن اديت الحق لبعضيهم لان في وقت كان في دروب لبعض اسماء كبيره جدا فلازم كان من واجبي ان انا في الوقت دوت يبقى في حوار دائم بيني وبين اللاعب. طب بصرة اسماء عندك كان ابو تريكه وبركات واحمد حسن يعني مش عاوزين نقول اسماء مش عاوزين نقول اسماء لكن اديت الحق للعيبه دي حالتهم الفنيه وحالتهم البدنيه وبجانب طبعا التمرين ده كان من من مسؤوليتك انت مسؤوليتي انا طبعا. كان حته الاحمال كنا بنوضبها كان موجود معايا ابو العيله على اساس في بعض اللعيبه كانت لابد الاحمال تختلف شويه على اساس ان كان بيقول لك كان في اصابات وكان في غياب لفتره طويله جدا فاديت لعيبه ضروره النقاش والحوار معايا بشكل دائم على اساس يتم اختيار. ومع ذلك حصل صدام بينك وبينهم؟ لا خالص خالص عمري يعني دي كانت كلها اجتهادات برضو في بعض اللعيبه تقول لك اصل فلان ما بيلعبش وفلان زعلان لعيب بيتغير ده فالناس بتحكم بقى ان العلاقه مش كويسه. لا ده الكلام ده مش مظبوط لكن لعيب ده بيتغير ده من وجهه نظر ابو تريكه بيتغير دلوقتي انا بقول من وجهه نظر المدير الفني طبقا طبعا لحالته مع الفريق طبقا لمصلحه الفريق ممكن اللاعب بيزعل بيغضب بيزعل تصريح ابو تريكه لما قال ان انا ببقى مرتاح مع لا هي ابو تريكه اعتقد هو اخطا في الوقت ده في التعبير يعني اخطا هو وقت معين كان ظروفه معايا صعبه المستوى بالنسبه لابو تريكه ما كانش كما يرام على ما يرام يعني ان ابو تريكه طبعا كان عاد من اصابه وقت عاد من اصابه ابو تريكه مميز ابو تريكه بيفرق مع الفريق ابو تريكه عنصر مهم جدا ففي وقت هو كان لسه راجع من الاصابه كانت لسه العمليه يعني الحوار ده كان يعني احد اللاعبين ده كان ابو تريكه الحوار اللي انا قلته من شويه فبالتالي ممكن اللاعب ينظر ان لا ده المدرب ابتدى يغير وجهه نظره معايا فبالتالي تمام الكلام ده مش مظبوط لان ابو تريكه مهم جدا ابو تريكه عنصر اساسي بالنسبه لي لكن انا بقول كانت لسه العمليه عاوزه وقت عاوزه تدرج فممكن اللاعب في الوقت ده بيبص ان ممكن وجهه نظر المدرب اتغيرت فبيبتدي يبقى قلقان شويه وكده والكلام ده طبعا بيبقى مش مظبوط يعني لكن في بعض الاحيان بيحصل خطا من اللاعب يعني. طب واضح ان انت وحش الجماهير فهم احنا بنفتح المكالمات دايما في الجزء الثالث لكن هم واضح ان في ناس كتير عايزه تسلم عليك تسمع